والآن إلى كلمة أستاذنا وشيخنا ورئيس حركتنا راشد الغنوشي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المرسلين، قائد ثورتنا وملهم مسيرتنا وشفيعنا يوم القيامة، فالصلاة والسلام عليه. صلوا على محمد. أحبائي، أيها الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، أيها الشعب العظيم، شعب تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شعب يستحق التقدير والتحية. هذا الشعب الذي بعد سنتين من الثورة يجتمع في شارع الثورة بعدد ليس أقل من يوم 14، بل أكثر من يوم 14. هذا شعب يستحق الاحترام. هذا شعب قام بهذه الثورة وهو يقوم على حراستها في كل آن وحين. يجتمع هذا الشعب العظيم بهذا العدد العظيم شعورا منه بأن هناك أخطارا تهدد الثورة وأن للثورة حراسها. التحية إليكم جميعا يا حراس الثورة. منذ قامت هذه الثورة المباركة وأطاحت بالدكتاتور وأطاحت بالطاغية وعصابته، منذ ذلك الوقت والمؤامرات والمكايد على هذه الثورة على أمل العودة إلى الماضي وتجاوز والقفز فوق دماء الشهداء ومعاناة المساجين والمهجرين والرجال والنساء، المحاولات متكررة، بدأت بقطع الطرقات، بدأت بحرق المصانع ومراكز الدولة، ووصل الأمر في النهاية إلى الدعوة إلى إنهاء الشرعية في أول سنة. ولكن الشعب قام يدافع عن الشرعية، قام الشعب يدافع عن ثورته، ووصل الأمر إلى حد الدعوة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي أصل الشرعية ومؤسسها. المصائب التي حلت بشعبنا مثل اغتيال المناضل شكري بالعيد، حتى هذه المصيبة أرادوا أن يحولوها إلى يوم انقلاب على الشرعية، إلى يوم الدعوة إلى سقوط النهضة وإلى سقوط الحكومة. هؤلاء يستغلون مصائب الشعب التونسي. شعبنا شعب مسلم إن شاء الله، ولن يستسلم أبدا. هذا الشعب مسلم، هذا الشعب مسلم، والنهضة لم تأتي لتفرقه بين مسلم وكافر، لأنه شعب مسلم. من الشعارات المرفوعة هنا شعار: إذا تصلي صح عليك، وإذا ما تصليش ربي يهديك، وإذا وفي كل الأحوال تونس لي وليك. Thank you.
إذا تصلي ربي صح عليك، وإذا ما تصليش ربي يهديك. وفي كل الأحوال تونس لي ولي، هذا شعارنا نحن. نحن إذ نقول وحدة وحدة إسلامية، نقول وحدة وحدة وطنية أيضا. وحدة وطنية، الشعب يريد 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 وحدة وطنية. إذا ما هوش ثم صراع ما بين مسلمين وكفار، شعبنا شعب مسلم، لكن هناك صراع بين أبناء الثورة والذين قاموا بالثورة، وبين المنقلبين على الثورة الذين يريدون العودة إلى العصر البنفسجي، عصر الحديد والنار. تحصين الثورة، تحصين الثورة، تحصين الثورة، دعم الشرعية، وحدة وطنية، تحصين الثورة، وحدة وطنية، دعم الشرعية. الذين أرادوا أن يوقفوا الشرعية يوم 23 أكتوبر هم الذين أرادوا أن يوقفوا شرعية المجلس، أيضا المجلس الوطني التأسيسي. ونخشى بأن بعض مقترحات أخرى تندرج بوعي أو بغير وعي في نفس هذا الإطار. الدعوة إلى إلغاء الحكومة المنتخبة هي كالدعوة إلى انتخاب، إلى إلغاء المجلس المنتخب هي دعوة إلى حكومة تكنوقراط. معناها حكومة تكنوقراط؟ معناها إلغاء الحكومة المنتخبة. هذه صورة أخرى من صوري تجاوز الشرعية والقفز عن الشرعية. ولذلك هذه المظاهرة جاءت، هذه المسيرة العظمى جاءت لتؤكد شرعية الثورة، شرعية الانتخاب، شرعية المجلس الوطني التأسيسي، شرعية الحكومة التي لا تنبثق إلا على الانتخاب. الشعب يريد تأكيد الشرعية، الشعب يريد تأكيد الشرعية، الشعب هذا تأكيد الشرعية الانتخابية وتأكيد لشرعية الثورة. الثورة منها تنبثق كل الشرعيات، كل الشرعيات تنبثق من دماء الشهداء ومن معاناة المساجين والسجينات والمهجرين والمهجرات. نحن هنا نجتمع لنقول لا للانقلاب على الشرعية في أي صورة من الصور. دعم الشرعية، دعم الشرعية، وحدة وطنية، دعم الشرعية، وحدة وطنية، دعم الشرعية، واجب وحدة وطنية، واجب تحصين الثورة، واجب تحصين الثورة، واجب طرد التجمع، واجب طرد التجمع، طرد التجمع، طرد الأزلام، تحصين الثورة، وحدة وطنية، دعم الشرعية. منذ أن تم انتخاب النهضة حركة أغلبية، منذ ذلك الوقت والمؤامرات متواصلة على النهضة. وكان أقصى هذه المؤامرات محاولة تشويه صورة النهضة وإبرازها في شكل أنها معادية للحرية، معادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان ولحرية النساء وحقوقهن. هذا الإعلام البنفسجي مستمر في عمل الثورة المضادة، في الانقلاب على الثورة. نحن لا نقول كل الإعلام،
لأنه ها هنا مجموعة من وسائل الإعلام تنقل هذا المشهد العظيم. نحن نحيي الإعلاميين الأحرار، نحن نحيي الإعلاميين الثوريين. من مكاسب الثورة. بعض الناس، بعض الحاقدين على الثورة أرادوا أن يظهروا تونس اليوم وكأنها تونس المخلوع، وكأنها تونس الدكتاتورية، بينما لا يتمتع التونسيون بحرية الإعلام كما يتمتعون بها اليوم. مش مزية من حد، وإنما هي بركات من الله أفاء بها دماء الشهداء. نحن نؤكد على حرية الإعلام، حرية الشعب التونسي في أن يختار حكامه. نؤكد على الشعب يريد إعلام مستقل، الشعب يريد إعلام مستقل، الشعب يريد إعلام مستقل. نحن ننبذ كل صور العنف، بدءا بالعنف اللفظي الذي يجرم الآخرين ويبرزهم في صورة تستحل دماءهم. نحن ننبذ كل صور العنف، ونحن أبناء النهضة وأبناء الخيار الإسلامي ضحايا عنف 50 سنة من الدكتاتورية في هذه البلاد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحول إلى دكتاتوريين، لأننا ضحايا الدكتاتورية. ولذلك نحن مع حرية الإعلام، مع حرية تكوين الأحزاب، مع حرية تكوين الجمعيات، مع العنف، ضد العنف في كل صوره، ومن صور العنف العنف ضد النساء. نحن نحيي التونسية، نحيي بلاها وجهدها وحريتها ومشاركتها في هذه الثورة. حيوا مع التونسيات. هناك ضروب من العنف بلغ الأمر إلى حد الاعتداء على مقرات النهضة ومقرات أحزاب أخرى. نحن ندين كل اعتداء على مقر حزب من الأحزاب أو جمعية من الجمعيات. نحن نطالب بحقوق كل الأحزاب المعترف بها، حقوقها كاملة في أن تعقد اجتماعاتها، في أن تحمى مقراتها. هذا حق يعطيه الإسلام ويعطيه الدستور. ربنا سبحانه وتعالى أعلى من شأن الحرية، فقال لا إكراه في الدين، لا حق لأحد في أن يكره أحدا على شيء. ولذلك لا يبقى هناك من حجة الفكرة ما تعجبكش، الحزب ما يعجبكش، ما عندكش طريقة إلا أنك تناقشه، ما تنتميش ليه، تعارضه، ولكن بالوسائل السلمية. الثورة لا تعطي مشروعية لأحد في أن يمارس العنف على أحد. هذا الشعب اكتسب حريته بنضاله، فالشعب التونسي كله حر. وربي قال ولا عدوان إلا على الظالمين. ولذلك العدوان ممنوع في كل صوره. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك ما حصل من حرق من اعتداء على الزوايا ليس عملا مشروعا.
هذا ترث، هذا تراث إسلامي مطلوب أن نحفظه إذا كانت تمارس فيه عادات وتقاليد مخالفة للإسلام، فالسبيل إلى إصلاحها هو الموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن ولا أخشن؟ أحسن أحسن. وقولوا للناس حسنا، هذا خلق الإسلام. الله سبحانه وتعالى يكره العنف، إن الله الرفق كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا يعطي على العنف، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن ضد كل صور الاعتداء على الأحزاب أو مقرات الأحزاب أو الصحف ومقراتها. نحن نريد تونس هذه الحبيبة، نريدها ساحة يتعايش فيها كل التونسيين والتونسيات على اختلاف اتجاهاتهم، إسلامي علماني إلى آخره. الطريق الوحيد لفض المشكلات الفكرية والسياسية في مجتمع متحضر هي الموعظة الحسنة، الكلمة الطيبة، النقاش، الجدل، وليس العنف. ولذلك يا معشر الشباب، يا معشر الإسلاميين، عليكم أن تكونوا أحرص الناس على حريات التونسيين وحقوق التونسيين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حيوا حيوا الإسلام وأمة الإسلام. تكبير تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، نحن الله أكبر. حديثنا هذا هو تأكيد لمبدأ أساسي من مبادئ النهضة، هو الحرية. حركة النهضة منذ قامت وهي تحمل لواء الحرية، ولا تزال تحمل الحرية، والحرية مقصد عظيم من مقاصد ديننا، كما بيّن صاحب المقاصد شيخنا الطاهر بن عاشور. ولذلك إذ نؤكد أهمية الحرية، نحن نؤكد قيمة أساسية من قيم الإسلام، لأن طريق الدين هو الموعظة، هو الإقناع وليس الإكراه. ولذلك كما كان يقول أخي الشيخ حسن، اللي يصلي والمي يصلي، المتحجبة وغير المتحجبة، نمط الحياة، كيفاش واحد يعيش، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف يعيش، مش من مهمة الدولة باش تتدخل في حياة الناس في نمط حياتهم، مش مهمة الحركة الإسلامية باش تفرض على الناس نمط معين، تفرض على النساء زي معين، لأنه كل شيء يأتي بالكراء. عنده قيمة دينية ولا ما عندوش؟ ما عندوش قيمة دينية، لأنه الأعمال قيمتها فيهاش، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اللي تلبس الزي لتخدع الناس، هذا الزي عنده قيمة ولا ما عندوش؟ ما عندوش. واللي يصلي خوفا من الناس ما عندوش قيمة، واللي يعطي المال خوفا طمعا في الناس ما عندوش قيمة. ولذلك يا شباب الإسلام، ما تتسرعوش، ما احرصوا على أن تكتسبوا قلوب الناس، مش أنكم تخوفوا الناس. كسب قلوب الناس وعقول الناس هذا هو هدف الدعوة الإسلامية، وليس ترهيب، وليس ترهيب الناس. هي لله، هي لله، لا للسلطة لا للجاه. 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 بعض الناس يسمعون من هنا وهناك أحاديث
حول حركة النهضة ويمنون أنفسهم بأن يرونها مزقا وأشلاء. هؤلاء ينتظرون يوما لن يأتي بحول الله. بغيظكم نحن نقول لهم تمزق النهضة ما هوش مصلحة لكم ولا مصلحة للبلاد، لأن النهضة هي العمود الفقري الذي يمسك البلاد. تكبير تكبير. ولذلك تمزيق النهضة أو إقصاء النهضة بالقوة وبالحيلة عن الحكم في تونس هو في الحقيقة لا يمثل مصلحة لتونس، وإنما تعريض الوحدة الوطنية وأمن تونس تعريض للخطر، ما دام الشعب التونسي راضيا عن النهضة، ما دام ينتخبها فالنهضة باقية بإذن الله سبحانه وتعالى. النهضة هي الوسط، النهضة هي الوسط الذي يلتقي عنده التونسيون، يلتقي فيه الإسلاميون والحداثيون، لأن النهضة حركة حديثة، حركة ديمقراطية، حركة تؤمن بحق المواطنة وأن كل التونسيين يتمتعون على حد سواء بحقوق المواطنة. ولذلك من مصلحة تونس أن توجد النهضة، والشعب التونسي ذكي ولذلك أوجد النهضة وانتمى إليها بكثافة، لأنها تعبر عن روحه العميقة التي تريد أن تجمع بين حقائق الإسلام وبين حقائق الحداثة. النهضة لا يحكمها شيخ من الشيوخ، مع احترامنا للشيوخ، النهضة تحكمها مؤسسات، تحكمها مؤسسات شورية منتخبة. كل من مهما على شأنه الإنسان في النهضة إذا خرج عن المؤسسات وين يلقى روحه؟ يلقى روحه في عالم من الفراغ مهما على شأنه، فهو كبير في النهضة إذا خرج منها يعود إلى حجمه، يعود إلى حجمه. ولذلك نحن لسنا خائفين على وحدة النهضة، وإنما نحن مشفقون على بلادنا، مشفقون على بلادنا، ونريد أن نوجد وعيا عند كل التونسيين بأن معركتهم مع الفساد والاستبداد كملت ولا ما زالت ما بداتش؟ ما زالت ما بداتش في الحقيقة. معركتنا مع الفساد والاستبداد لتوها نقولوا بدأت. الحكومة منذ سنتين اشتغلت بقضايا مهمة وحققت نتائج مهمة على صعيد الاقتصاد وعلى صعيد الحريات العامة والخاصة، ولكنها أشغلت، لم تترك لها مجالات للعمل. ولذلك نحن الآن بادين مرحلة جديدة إن شاء الله في مقاومة الفساد والاستبداد وتطهير البلاد إن شاء الله. الشعب يريد، ولكن أريد أن أقول يريد، ولكننا نصر ونؤكد على أن الأمور كلها، كل المحاسبات إن شاء الله ستتم في إطار العدالة. هذا شعب متحضر، إخواننا بالآلاف الذين عذبوا وهجروا والذين أطردوا من مشاغلهم حتى الآن ما زالوا معتصمين في القصبة. تحية إلى اعتصام القصبة. العفو العام، العفو العام، العفو العام، وحدة وطنية. هؤلاء المعتصمون وغيرهم من آلاف مؤلفة طردوا من شغلهم وهم يئنون الآن من الفاقة والفقر، حتى حد ما متلفت لهم.
هؤلاء الذين عذبوا ما ثماش واحد منهم مشى لدار من جلده وعذبه وانتقم منه، لأننا شعب متحضر يؤمن بأن المحاسبة ينبغي أن تكون عن طريق العدالة وعن طريق القانون، ولذلك نحن ننتظر انطلاق العدالة الانتقالية حتى تكون المحاسبة عن طريق القانون ويقوم نصاب العدل إن شاء الله. نحن أقول لكم أيها الأبناء والبنات، اطمئنوا النهضة بخير إن شاء الله، والنهضة لن تسلم الأمانة، لأن الشعب التونسي ائتمن النهضة لتحقيق أهداف ثورته، ولذلك النهضة ما بقي ولاء الشعب لها قائما لن تفرط في السلطة أبدا، حتى ما دامت تتمتع بثقة الشعب التونسي وهو مصدر كل سلطة. ولذلك لا نرى مجالا للخروج عن هذا النهج، عن الشرعية، شرعية الانتخاب، شرعية المجلس، وشرعية الحكومة وكل مؤسسات الدولة إن شاء الله. نحن مع حكومة ائتلاف وطني، مع حكومة ائتلاف وطني أوسع من الترويكا، ثلاثية، رباعية، خماسية، المهم أن تكون هذه الحكومة منتخبة وتتمتع بشرعية المجلس الوطني التأسيسي وتدعمها مثل هذه المسيرات العظمى. بالأيمة حكومة التكنوقراط، مهما كان هؤلاء الخبراء، هؤلاء وقت اللي يثوروا عليهم الناس شكون يدافع عليهم؟ وقت اللي يمشوا المجلس الوطني شكون يدافع عليهم؟ ولذلك نريد حكومة وليدة الثورة، من بنات الثورة، من قلب هذا الشعب. أما الخبراء فهم موجودون يساعدون هناك، ولذلك هذه المسيرة الكبرى الضخمة جددت مسيرة 14 جانفي لتقول نحن مع الشرعية، نحن مع الثورة، نحن ماضون إن شاء الله إلى تحقيق أهداف الثورة. نحن مع استقلال بلادنا، نحن مع استقلال قرارنا الوطني، نرفض كل تدخل في شؤوننا الداخلية. ما عندناش ليس عندنا مشكلات، ماناش داخلين في حرب مع جيراننا ولا مع أصدقائنا في العالم. أنا أؤكد لكم أيها الإخوة والأخوات أن الحكومة القائمة حكومة مدعومة من العالم، العالم كله يدعم الثورة التونسية لأنها بشرت بالحرية وقدمت إسلاما ناضجا معتدلا. ولذلك ما يلزم مش حد يخوفنا، نحن أصلا لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وما يلزم مش حد يخوفنا كل تواتق في عزلة، مناش في عزلة، العالم كل يدعم الثورة التونسية ويدعم الحكومة التونسية، ولذلك علينا أن نثق في ربنا سبحانه وتعالى الذي ألهم التونسيين وأنعم عليهم بهذا الخير. ينبغي أن نثق في شعبنا، في أنفسنا، ينبغي أن نثق في المجلس الوطني التأسيسي. وأنا أقول له نريد دستورا قريبا في أقرب وقت، نريد انتخابات إن شاء الله، أن نمضي إلى انتخابات حرة ليجدد شعبنا يقيننا أن الشعب سيجدد لهذه النهضة بنسب أرفع مما كان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.